يا شيخ بالنسبة للذين يصلون على كراسي بعض الكراسي يقول قد تتقدم بعض المأمومين وبعضها قد تتأخر ما موقف هذه الكرسي يا شيخ؟ تسامح في هذا هم محتاجين للكراسي والكراسي قد يكون فيها شيء متقدم او متأخر او كبيره او صغيره على حسب الحاجه يا اخي نعم أحسن الله اليكم